هذا الملف نناقشه مع ضيوف ضيفي من رام الله، سيد بسام الصالح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا ومرحبا بك. وأيضا أرحب معي من الناصرة السيد أسعد تلحمي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد بسام بداية، إذا هو تجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل، هل شكلت خلية أزمة من قبل الفصائل أو منظمة التحرير؟ وأنتم شاركتم في اجتماع القيادة الفلسطينية بعد رفض مشروع إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، والذي قاطعتم يعني الاجتماع من قبل اتخاذ هذا القرار وشاركتم بعد يوم من هذا الرفض. يعني أولا توضيح، أنا لست عضوا في اللجنة التنفيذية، أنا عضو في القيادة الفلسطينية. على أي الأحوال، هناك بطبيعة الحال سيناريو معروف سابقا، وهو أن الذهاب إلى التوقيع على محكمة الجنايات الدولية، الانضمام إلى المحكمة، يمكن أن يؤدي إلى عقوبات وإجراءات من طرف إسرائيل. وبطبيعة الحال كان هذا موضع نقاش مستمر طوال الفترة الماضية، بحث في اللجنة التنفيذية، وبحث في الإطار القيادي، وبحث في اللجنة السياسية لمنظمة التحرير. وبغض النظر عن الآليات المحددة لمجابهة هذا الإجراء، كان هناك إصرار وتمسك من كافة القوى بأن يتم الذهاب للعضوية في محكمة الجنايات بغض النظر عن الوسائل والأساليب والإجراءات التي تتخذها إسرائيل. وعلى هذا الأساس تم عمليا دعم واضح من قبلنا ومن قبل الجميع للتوقيع على العضوية في محكمة الجنايات الدولية. نعم، نحن شاركنا في اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير، وكان هذا اجتماعا هاما من وجهة نظرنا، بغض النظر عن الاختلاف حول صيغة مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن، ولكن الذي أفشل في مجلس الأمن هو فلسطين، والذي يقرر الإجراء الرد على ذلك بالانضمام إلى عضوية محكمة الجنايات هو فلسطين. وبالتالي عندما يأخذ أبو مازن قرارا بالتوقيع على معاهدة على الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، فنحن معه بالتأكيد ومتكاتفين سوية في مواجهة التحديات الإسرائيلية. طب هل شاركتم في صيغة هذا القرار؟ والآن الحديث يدور عن الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن، هل أنتم موافقون على نفس الصيغة وطرحه على مجلس الأمن؟ لا، بالصيغة التي يعني ذهب بها أبو مازن، والتي وصفها فصائل اليسار وأنتم جزء منها منذ البداية بأنه قرار منفرد، وأنتم من غيرتم يعني هذا يعني بالقرار بالذهاب إلى اجتماعات القيادة الفلسطينية. لا، هذا غير دقيق. عمليا كان هناك موضوع عدم المشاركة في الاجتماع القيادي كان مرهونا بصيغة هذا الاجتماع، ولم يكن عمليا مقاطعة للاجتماعات مع الرئيس أبو مازن. وكما قلت، عندما تغير الوضع وأصبح هناك مواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة، لا يمكن أن نكون خارج إطار هذه المواجهة. مشروع القرار إذا ما أعيد تقديمه إلى مجلس الأمن، نحن لدينا نفس التحفظات وسنسعى من أجل تغيير صيغة القرار. نحن لا نوافق على الذهاب بنفس صيغة القرار السابق، نحن نريد صيغة أكثر وضوحا وتحديدا وأكثر تماسكا من ناحية المضمون ومن ناحية الصياغة. ولكن العودة إلى مجلس الأمن صحيحة، ولكن طيب سيد بسام، يعني الحديث ممكن أن يطول في هذه النقطة، ولكن كانت التحفظات، ولكن ذهب أبو مازن إلى مجلس الأمن وطرح المشروع بصيغتها التي لا تتوافق معها. الآن يتم الحديث عن طرح المشروع مرة أخرى، هل تمت المناقشة بصيغة جديدة أم هو سيبقى مسعى وبعده يجتمع حزب الشعب وتجتمعون في لسبل الرد على إسرائيل في حال رفضه من مجلس الأمن مرة أخرى؟ يعني إذا كان الحديث بأن هناك قطيعة ستكون بين أبو مازن وبين حزب الشعب والفصائل الأخرى، فلن تكون قطيعة. ولكن إذا كان السؤال أننا متمسكون بصيغة واحدة للعمل الفلسطيني واستخلاص العبر من الاختلاف الذي حصل أثناء تقديم المشروع السابق، وضرورة أيضا الأخذ بالاعتبار ملاحظاتنا وملاحظات القوى على صيغة المشروع، فنحن متمسكون بذلك. ولهذا نحن نفهم العلاقة في إطار منظمة التحرير في هذا الإطار أنها علاقة وحدة بالأساس، ولكن في إطار هذه الوحدة هناك تباينات وتعارضات،
وهناك في نهاية المطاف إمكانية جدية من أجل تعديل المواقف بالتفاهم والعمل المشترك. ولهذا السبب كما قلت نحن لدينا ذات التحفظات على صيغة مشروع القرار، وسنعمل على تعديل صيغة هذا المشروع بما يلائم من وجهة نظرنا الانسجام بشكل كامل مع قرارات مجلس الأمن، وليس الذهاب إلى صياغ جديدة. طيب اعتقدنا أن بالإمكان إحداث هذا التغيير في مشروع صيغة القرار. طيب أتمنى يعني أنتقل إلى الناصرة وسيد أسعد تلحم الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من هناك، أعتذر على التأخير. ولكن سيد أسعد، عندما يتحدث بنيامين نتنياهو ويقول أن حكومته لن تسمح بإجبار أي جندي في الجيش الإسرائيلي على المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ردا على انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، كيف يمكن ذلك؟ لا شك أن ما يؤرق إسرائيل والتوجه إلى المحكمة الدولية الجنائية الدولية أكثر بكثير من احتمال أن يعترف مجلس الأمن الدولي بحكومة بدولة فلسطين، لأن إسرائيل تعودت على عدم احترام قرارات مجلس الأمن. ما يقلق سدنة الدولة العبرية هو احتمال قبول فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. هذا الموضوع هو ما يشغل رئيس الحكومة ومشغل قادة الجيش. ليس صدفة أن نتنياهو أجرى سلسلة مشاورات مع شارك فيها حتى قادة الأجهزة الأمنية. هو بصدد أن يعقد اجتماعا هذا الأسبوع للحكومة الأمنية المصغرة، وسيتخذ إجراءات مزيدا من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية على هذا التوجه. إسرائيل تعرف أنها في حال انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فإنه سيتم، شاءت أم رفضت، سيتم تقديم شكاوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. من هنا أستاذ جياب صدرت اليوم بعض النصائح من أوساط يسارية أيضا تخشى على سلامة الجنود الإسرائيليين بأن يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق مع نفسه، ولكن أن يحقق بشكل جدي. لماذا؟ لأن صلاحية المحكمة الدولية الجنائية الدولية تتراجع في حالتين: في حال قامت الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم الحرب قامت بتحقيق جدي في هذه الجرائم، ولكن إذا تبين للمحكمة أن هذه الدولة ليست قادرة أو ليست راغبة في التحقيق في جرائم الحرب هذه فإن المحكمة الدولية ستتدخل. هذا هو الموضوع الذي يعني ممكن أن يكون هذا مخرج ربما للإسرائيليين وتذهب مساعي السلطة بالانضمام ربما السلطة الفلسطينية في الهواء. طيب قطع المساعدات يعني ربما يؤدي إلى انهيار للسلطة، هل هذا ما تريده إسرائيل سيد أسعد؟ لا أعتقد ذلك. حتى غلاة اليمين اليوم في تصريحات يعني من قبل وزراء قريبين من نتنياهو قالوا بالحرف الواحد إن الهدف ليس هو إسقاط السلطة، ولكن لا شك أن تعليق الأموال لفترة طويلة يهدد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وبالنسبة لإسرائيل على الأقل في الوقت الراهن التنسيق الأمني وخط أحمر بالنسبة لها، لا تريد أن تتجاوزه لأن إسرائيل تستفيد كثيرا من هذا التنسيق الأمني. شخصيا أعتقد أن التصعيد الإسرائيلي سيكون خلال الشهرين، خلال هذين الشهرين، ويجب ألا نغفل على أن كل التصريحات تأتي أيضا في سياق الحملة الانتخابية. نتنياهو سيصعد بمزيد من التصريحات المتشددة ليرضي الشارع الإسرائيلي المنزاح منذ سنوات كثيرة نحو اليمين. لذلك قد نسمع ربما هذا الأسبوع عن مزيد من الإجراءات التي تسميها إسرائيل إجراءات عقابية قد تطول إلى آذار مارس المقبل. ولكن إسرائيل تعرف أن تجميد مئات الملايين عن السلطة الفلسطينية يعني منع الرواتب عن عشرات آلاف عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعندها يكون الخطر الحقيقي بانهيار هذه الأجهزة وبالتالي انهيار السلطة الفلسطينية، وهي على الأقل في الوقت الراهن لا تريد ذلك. نعم سيد بسام الصالحي بدقيقة واحدة إذا سمحت لي، يعني هناك عقوبات إسرائيلية، منع كما تحدث سيد أسعد ربما قطع رواتب للأجهزة الأمنية الفلسطينية في حال وقف التنسيق الأمني، ولكن الرئيس الفلسطيني عباس بدأ بقطع رواتب فلسطينيين ربما لا يتفقون معه بنفس الخط السياسي في غزة أو في غيرها. ما هو موقفكم أنتم في القيادة الفلسطينية كعضو في القيادة الفلسطينية من هذا التصرف من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس باختصار لو سمحت؟
يعني والله مش فاهم شو الربط هذا في سؤالك. يعني القضية المركزية هي أن إسرائيل تمارس عقوبات ضد الشعب الفلسطيني بأسره، ليس فقط ضد الأجهزة الأمنية، ضد كل الشعب الفلسطيني من خلال تجميد أموال الضرائب التي سحبت من الفلسطين. المقارنة بين هذا وبين حدث داخلي صغير ومنفرد أعتقد لا مكان له. المهم الآن كيف يتكاتف الشعب الفلسطيني في مواجهة إجراءات إسرائيل وعدوانها المستمر واحتلالها المستمر لكل الأراضي ولكن الفلسطينية. ولكن بس هناك انقسام في الفصائل الفلسطينية، هناك انقسام في البيت الداخلي الفلسطيني أيضا. هذا الانقسام يجب هذا الانقسام يجب أن ينتهي فورا، خصوصا عندما يكون هناك تصادم مع الاحتلال ومع السياسة الأمريكية. أعتقد أن الواجب الوطني على الجميع الآن أن يتكاتف في مواجهة الاحتلال وممارساته، وأيضا في مواجهة السياسة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا سيد بسام الصالحي، عضو القيادة الفلسطينية ورئيس حزب الشعب الفلسطيني، وأيضا الشكر موصول إلى ضيفي من الناصرة سيد أسعد تلحمي الكاتب والمحلل السياسي. في ختام ملفات تذكير بعناوينها: السعودية تستعد لإعادة فتح سفارتها في بغداد بعد 25 عاما على إغلاقها. الحوثي يهدد باجتياح مأرب، والحراك الجنوبية توعد بالانفصال عن اليمن هذا العام. عرقات يصف قرار إسرائيل بعدم تحويل الضرائب المحصلة لحساب السلطة الفلسطينية بأنه جريمة حرب جديدة. في ختام ملفات هذه تحياتي جياب أبو صفية، إلى اللقاء. يخدمها لن تسمح بانهيار الصوت.